اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم طرقعه شباب. النهارده عندنا فقرتين مهمين، الفقره الاولى هتكون عن طموح المراه في الحياه، والفقره الثانيه هتكون عن تنشيط السينما ودورها في السياحه. هنبتدي بالتوب نيوز اللي على السوشيال ميديا. انغام عندها نشاط مكثف وتستعد لعمل درامي جديد. تعيش نجمه مصر الفنانه انغام حاله من النشاط الفني المكثف تمتد لعدة أشهر. فعقب نفاذ تذاكر حفلها والذي من المقرر إقامته مساء غد الجمعة في كايرو فاستيفال سيتي، قام منظمو الحفل ببيع الحفل بفتح شباك التذاكر لحفل آخر بنفس المكان يوم 16 نوفمبر القادم. وتستعد أنغام لحفل غنائيا ضخما بدبي يوم 10 نوفمبر، كما تقرأ عدد من السيناريوهات الدرامية المفضلة بينها. هداف الدوري يتحدث عن شرف اللعب للأهلي وحلم العمر مع الفراعنة. أكد عمر السعيد مهاجم نادي الإنتاج الحربي وهداف الدوري المصري الحالي برصيد 5 أهداف أن المدير الفني لفريقه مختار ومساعده مجدي عبد العاطي دائما ما يهتم بالمهاجمين ويدربهم بشكل خاص. قال هداف الدوري في تصريحات خاصة لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة أن اللعب للنادي الأهلي شرف كبير، ولكن لم يدخل في مفاوضات من أي من القطبين سواء النادي الأهلي أو الزمالك. فاصل ونرجع لكم تاني. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في فقرتنا، وهنتكلم عن طموح المراه في الحياه. انت المفروض بتخلصي جامعه بتشوفي انت عايزه ايه، عايزه اكون ام ولا عايزه ابتدي الكارير بتاعي. ولو عايزه تكوني ام فده يعني شابو ليكي، ولو عايزه تبتدي الكارير بتاعك فلازم تكوني واضحه من الاول مع اللي هيبقى شريك حياتك او whatever، مين يعني مين اللي في حياتك. لازم تكوني واضحه وتفهمين ان انت من الاول عايزه يبقى ليكي كاريرك وليكي حياتك وتبتدي يعني في الحياة العملية. دلوقتي احنا معنا ضيفتنا آية خالد. اهلا آية. أهلاً. عايزين نعرف رأيك في الجواز عامة، ويعني الناس رأيها ان الجواز في حياة المرأة في بداية حياتها عامة ممكن يبقى مقبرة لحياتها فيما بعد، فممكن تقول لنا ايه رايك في الموضوع ده؟ اي في الحقيقه لا، انا عمري ما هشوفه كده، لان في الاخر انت اتجوزتي او ما اتجوزتيش، اتجوزتي اتطلقتي او لا، هي كلها 50% chance. يعني كل الناس ليها حق انها تختار حاجه زي كده، ففي الاخر هي لو هتختار انها تتجوز او ما تتجوزش، هي ما عملتش حاجه زي حاجه مثلا زي تاخد عليها جايزه، هي عملت حاجه احنا اصلا موجودين، يعني سواء اتجوزت او قررت انها تشتغل او تعمل الاثنين مع بعض. ف اي انت بتشتغلي؟ اه بشتغل. يعني مكمله في الدكتور، انت مستشاره نفسيه. اوكي. فانا عايزه اعرف انت بقى مكمله وفي حد بيسبورت الحته دي عندك ولا لا؟ يعني انا مكمله عشان ده اللي انا حباه وده اللي انا شايفه نفسي فيه في المستقبل. مفيش حد بيسبورت الحاجه زي كده غير صحابي واهلي طبعا، يعني هما بيشجعوني عشان في الاخر انا عارفه ان دي اكتر حاجه اعتمد عليها. بس لو جه حد بعد كده وحسيت ان هو هيقدر يسبورت ده، اكيد مش همنع حاجه زي كده. يعني طب انت حسيتي ان انت راضيه عن ان انت واصله له ولا عايزه تعملي اكتر؟ بتهيألي ما فيش اي بني ادم طموح هيبقى راضي 100% عشان دايما عايز يوصل لبعد كده، بس الحمد لله بالنسبه لسني اعتقد ان انا راضيه. طب ولو جوزك قالك تقعدي في البيت؟ ما اعتقدش اني هساتل، يعني هوافق على حاجه زي كده. طب ايه اهميه طموح المراه في الحياه؟ انا ممكن اتكلم عن طموح البني ادم في الحياه، لان انا لا انا يعني هو انا يعني تحديدا عن المراه، لان المراه هي بيبقى فوقيها حد دايما، يا باباها مثلا يا جوزها، حد بيقول لها لا. فاهمك. بتهيألي طموح المراه دي حاجه مهمه علشان اللي قدام الاجيال اللي جايه بعد كده ما يتحطوش في موقف ان احنا نبقى شايفين ان المراه دايما فوقيها حد،
فاحنا لو الجيل بتاعنا واللي بعديه وافق يعني قرر ان هو ما يخليش حد فوقيه, فالاجيال اللي بعديها هتبقى نفس الكلام برضه. يعني طموح المرأة ما بينتهيش بعد الجواز؟ لا طبعا ما اقدرش اقول كده خالص, حتى لو الطموح ده كان عباره انها تتجوز وانها تخلف وتاخد بالها من الاطفال في البيت, ولا بيكونش عائق لحاجه مثلا ولا هي بس يعني لازم تبقى يعني تبقى قد المسؤوليه, فسواء وافقت اشتغلت شغلانه تبقى قد المسؤوليه انها مش هتاثر فيها سواء اتجوزت ولا لازم تحسيني الاختيار اصلا اختيار الزوج اختيار شريك الحياه. طبعا طبعا دي حاجه يعني احنا عندنا في المجتمع فكره ان تحسين الاختيار لازم, ما فكرة ان هو هيساعدك في التربية وفي الشغل وكده دي حاجة مش موجودة عندنا اعتقد. طب ازاي تقدري توزيني كفة؟ بص بقى هي تعتمد حسب انت بتشتغلي يعني ايه اللي ممكن نعمله عشان تقدري ان انت تبالنسي. بتهيالي هي عبارة عن تايم مانجمنت, يعني احنا هناخدها برضو اكنها زي اي شغلانة بتعملي التاسكس اللي عليكي عن طريق بلان, فهي نفس الفكرة برضو هتنظمي يومك عن طريق تايم مانجمنت او بلان, هتعملي ايه وهتظبطي مواعيدك ازاي. شايفة ان كل الستات او كل البنات تقدر تمانج الحته دي؟ ما اقدرش اقول كل لان ما اعرفش كل الناس يعني. بس يعني اتمنى ان هم يعرفوا يعملوا حاجه زي كده, ان كل واحد بيشوف ظروفه ازاي وبيشوف المعطيات اللي في حياته اللي ممكن يسند عليها. يعني في واحده ممكن تدي غسل ولادها حضانه عشان تعرف تشتغل, في واحده ممكن تديها لمامتهم لمامتها, فهي برضو بتفكر ايه الحاجات الظروف الحاليه اللي ممكن اعتمد عليها. طب انت لو جوزك ما تاقلمش على حياتك هتعملي ايه؟ هتختاري ايه؟ بصي هي لو هم يعني ما اعتقدش ان انا ممكن مثلا اتجوز حد مش هيقدر يتاقلم مع حياتي, بس لو حصلت ما هتعرفي منين اصلا, ممكن الشخصيه يعني تختلف. انا فاهمه يعني ممكن يبقى شايفك حاجه قبل الجواز مثلا او شايف ان الشغل مش هيعطلك مش هيجي على حقوقه وحقوق البيت, بعد كده بقى الموضوع يختلف تماما يلاقي لا ساعتها يعني ما اعرفش. انا ممكن اعتقد نفسي ان انا شخصيه عمليه جدا, لان هنقعد نقول ايه الحاجات الصح والحاجات الغلط ونقعد نقنع بعض, بس ما اعتقدش ان هو هيشوف ان انا مقصره في حقه غير لو هو فعلا برضو مقصر في حقي, لان هو فكره ان هو يشوف ان شغلي مقصر في حقه دي حاجه دي حاجه تاخد من حقي. انا فاهمه. لا انا مش لا يعني لا مالكيش يعني كاريرك انت بالظبط ازاي هيبقى يعني ليه هيبقى هو مقصر في حقك بقى, لان هو هيكون شايف ان الكارير بتاعي حاجه هو بيديهاني, يعني حاجه لو انا مديهالك هو اكسلي هي مش حاجه هو مديهاني, هي حاجه انا المفروض ابقى مولوده بيها طبيعي. طب سؤالنا الاخير في فقرتنا ازاي تكوني مرأة ناجحه وانت متجوزه برضو كل حاجه وتواجهي كل حاجه؟ بصي انا بالنسبه لي الجواز مش ملوش دعوه بالنجاح او لا, هو انت بتبقي ورقه ناجحه سواء انت متجوزه او لا, هي دي حاجه صعبه يعني ناس كتير قوي بتتعب عشان توصل لها, وممكن مثلا نموت من غير ما نوصل لها في الاخر. بس انت بتحاولي انت طول الوقت بالظبط يعني بتحاولي, بس هي في الاخر هي لو حد قدامه اختيار الجواز او الكارير فهو لازم يختار. اوقات في ناس ما ينفعش تاخد كل حاجه, فاهمه؟ فلو اخترتي بقى هتختاري ايه؟ انا كأية هختار الكارير, بس يعني مش معنى ان حد تاني يختار حاجة تانية ان هو يبقى غلط. يعني انت هتختاري شغلك وحياتك العملية. شكرا آية. شكرا. هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. بس يا آية. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين, تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع ضيفتنا فاطمه خالد. ازيك فاطمه؟ تمام الحمد لله. فاطمه عايزين نسالك, عايزين نتكلم اكتر عن تنشيط دور السينما في السياحه في مصر. ممكن نقدر نعمل ايه عشان نبقى يعني وجهه سياحه عندنا زي تركيا زي الهند زي ما بيبرزوا الحاجات الجميله عندهم؟ نعمل زيهم يعني احنا مثلا ما بنتفرج على الافلام الهندي, الهند اصلا بلد مش غنيه, الهند في بلد فقيرة جدا, بس هم في الأفلام بتاعتهم بيبانوا أجمل حاجة عندهم, بيبانوا ثقافتهم, بيعرضوا ده بشكل حلو قوي, بيخلينا إحنا كمشاهدين عايزين نروح الهند ونشوف الحاجات دي ونجربها جدا. وفي تركيا بيصوروا أجمل أماكن عندهم برضو, زيادة السياحة في تركيا زادت جدا بسبب المسلسلات والحاجات بتاعتهم, فإحنا نعمل زيهم يعني إحنا, بس إحنا للأسف أغلب الحاجات اللي عندنا بنصورها برا. يعني في مسلسل هنصوره في مكان حلو, لا بنروح بره نصوره, رغم ان احنا عندنا هنا اماكن حلوه قوي يعني ما بتظهرش كتير. يعني عندنا دهب, الجونه, مرسى مطروح, دي حاجات حلوه قوي بس ما بنتصورش فيها, مش عارفه ليه.
شايفه ان احنا لو استغلينا الحاجات دي ممكن السينما يعني تنهض تاني. اكيد طبعا. طب انتوا كان عندكم اجتماع مهم بين القائمين على صناعه السينما والمسؤول عن تنشيط السياحه في مصر، فتقدري تكلمينا عن الاجتماع ده وصلتوا لايه؟ احنا وصلنا في الاجتماع ده ان احنا قررنا يعني ان احنا نزود يعني نقول للمخرجين والممثلين كده على الاماكن الموجوده هنا في مصر، وان هم مثلا نصوروا في مكان نخفض سعر التصوير فيه، او التصاريح الكتير اللي بياخدوها نحاول نقللها تبقى من جهه واحده، كل ده عشان يعني نشجعهم ان هم يعملوا هنا. وكمان بندعي بنعمل مؤتمرات، هنحاول يعني نعمل مؤتمرات لبره ندعي المخرجين والممثلين والناس اللي لقيتي في استجابه. هم لما شافوا الصور والحاجه اللي هنا عندنا في مصر يعني شافوا حاجات حلوه وبنا لهم احلى الحاجات اللي عندنا، وهم عجبتهم يعني ان شاء الله يجوا. طب ايه اهم العراقيل اللي بتقابل صناع السينما يعني؟ التصريحات الكتير يعني، هم حد عايز يصور حاجه في مكان معين لازم ياخد كذا تصريح من كذا مكان، مش كذا تصريح بس، هو كمان بيدفع مبالغ باهظه يعني ممكن يكون انه يسفر معدات وناس يصوروا بره اسهل بكتير من او اقل في التكلفه من هو يصور هنا، فاحنا لازم نقلل ده برضو، نقلل التكاليف او تبقى حاجات رمزيه اصلا المفروض ما يدفعوش، يعني هم هيعملوا سياحه فالسياحه هتجيب فلوس اكتر من التكاليف اللي هم هيدفعوها، فالمفروض نقلل كده. طب فاطمه احنا دلوقتي عندنا تلت اثار العالم هنا في مصر، مش شايفه حضرتك ان في فجوه بين صناع السينما والسياحه، وبالتالي ده مأثر على الفيلم المصري او ابراز يعني انهم يبرزوا الحاجات الحلوه اللي عندنا هنا؟ طبعا. بس احنا زي زمان فاكره افلام الابيض واسود زمان كانوا بيصوروا فيلم مثلا الاقصر بلدنا والحاجات دي بالزبط. كانوا بيصوروا في الاماكن اللي فيها السياح، وكانت الاجانب بيجوا على حس الافلام دي وكده، بس احنا دلوقتي زي ما انت قلتي حصل فجوه بيننا، وده بسبب الحاجات الازمات اللي احنا مرينا فيها، فاحنا عشان كده بقى بنقرر يعني قررنا ان احنا نقلل الفجوه دي شويه ونقعد مع بعض ونتكلم، وان شاء الله نوصل لحلول يعني تبسطنا كلنا، بس يا ريت تبقى حلول سريعه يعني. يا رب ان شاء الله. طب العالم كله انت عارفه ان هو انبهر بالمسلسلات التركي والهندي والحاجات دي، طب امتى هنشوف الحاجات دي في مصر؟ ان شاء الله قريب. ما احنا في الاجتماع اللي فات ده قررنا فيه ان احنا يعني ان احنا نزود تصوير في الاماكن السياحيه في مصر عشان نقول للناس تيجي تصور هنا، وان احنا كمان نصور ونبين لهم ده بره. ده من بره مصر ولا بس من جوه مصر؟ لا من الاثنين، بنحاول نعمل الاثنين، بس احنا الاول هنعمل هنا في مصر عشان لما نطلع نعرض لهم بره نقول لهم لا احنا عندنا ناس صورت في الاماكن دي والاماكن دي حلوه، وفي اماكن ما تصورش فيها كمان، فانتوا تقدروا تصوروا هنا في مصر، وان شاء الله يعني نعمل زيهم. دكتورة فاطمة، نتمنى حل الأزمة ورجوع السياحة بمشاركة فعالة من السينما والسينمائيين. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.